لتكمل أناقة أي صبية لازم تهتم بكل تفصيل بإطلالتها، وأكيد الجزدان جزء مهم بطلة الصبية، خاصة من بعد ظهور الألوان الصيفية المميزة والتنوع الكبير يلي صرنا عم نشوفه بأحجامها وأشكالها. لهيك خصصنا هاي الفقرة لنعرفكم على الموديلات الدارجة ونساعدكم باختياركم. تابعوا معنا. الشنطة بتعمل إضافة حلوة للصبية والإطلالة الصبية يعني بشكل عام، وشيء أساسي بالنسبة للصبية هي موضوع الشنطة والستايلها والإطلالتها. من زمان كانت الصبية تتقيد موضوع لون الشنطة، تحب تلبس الشنطة يعني على لون ثيابها. هلأ حالياً لا، عم تعكس لون فيها، عم تختار صار الأخضر مع الأبيض، عم تختار الأورانج مع البيج مثلاً. فكرة الألوان عم تكون أحلى من اللون السادة الكلاسيك العادي. كل موسم بيكون في لون اساسي دارج، بس بشكل عام انا بعتبر انه كل الالوان الصيفيه الحلوه هي موضه. يعني اليوم فتنا على موسم الصيف كان الاورانج قوي بالسوق، بعدين انتقلنا للاخضر، والشيء المسيطر دائما بيكون بالصيف هو الابيض والبيج والاسود، بس بالاضافه لباقي الالوان الثانيه. بس كل صبيه لها ستايل ولها لوك معين بتحب تظهر فيه دائما باحلى اطلاله. طبعا بالنسبة لحجم الشنطة كل صبية لها اختيار معين وبيناسب طولها بيناسب حجمها. أغلبية الصبايا الصغار بفضلوا الشنطة الكروس الصغير اللي تنحط بشكل هيك مايل، تجي هيك مايلة وكروس صغير، هون هي دارجة جدا بالنسبة للصبايا. وفي بعض الصبايا بفضلوا الشنطة الكبيرة كونهم هلا فايتين على صيف، يعني شنطة كبيرة بتسع أغراضها بتسع أمورها، طالعة على المسبح طالعة على النادي طالعة على البحر، بتحتاج لسك كبير. يعني الاثنين هن اثنين موضة المفروض يكونوا، يعني الكروس والشنطة الكبيرة ما فيها تستغني عنهم ابدا. هلا نحن كونه مصممين لموضوع شنطة وبنحب نتابع كثير الموضة بشكل خاص، انا يعني بتابع جدا موضوع البراندات العالمية شو بتنزل شو اللي دارج شو الموضة شو الجديد، وبنحاول نستخلص منها شنطة تكون مناسبة لبنت البلد يعني. وعم نشتغل على الافكار هي كثير، والحمد لله الله وفقنا ووصلنا لنتيجة كثير مهمة وكثير حلوة بموضوع الشنطة، وعم نحاول نتحسن قدر المستطاع. عندنا منتج وطني حلو جميل، عندنا ايدي صناعيه يعني ماهره. احيانا تصعب علينا موضوع الكارستا، موضوع المواد الاوليه، صعب نلاقي اللون الفلاني، صعب نلاقي الجنزير مثلا اللي بيحلي الشنطايه او البروش تبع الشنطه. هذا كله الحمد لله عم نتداركه وعم نوصل لنتيجه حلوه بموضوع الشنطه، وباذن الله من احسن لاحسن باذن الله تعالى. بتصادفنا احيانا يعني في صنف من الزباين او من الصبايا عنده هيك استراتيجيه معينه باللبس، انه انا مثلا بحب البس شنطاي سوداء على طول. انا بنصح انه تطلع من موضوع الاسود، يعني كونه صبيه صغيره، يعني بزعل وقت تلاقي صبيه صغيره حابه تاخذ شنطاي ستاتيه. لا، انت عمرك صغير، خذي شيء حلو، خذي فوشي، خذي اخضر، خذي الاورانج قوي حلو موضه بضوي،
يعني بيعطي جماعة الأكثر الارتياب للإطلالة هيك الحلوة. يفترض أنه تبعد عن موضوع الموديلات اللي شوي هيك كلاسيكية والستاتية والألوان المقطة شوي بالنسبة للصيف أكثر يعني.